من الاو تي في صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم 27 تشرين الاول 2022. انجاز تاريخي، هذا اليوم سيدخل التاريخ من الباب العريض. لبنان دوله نفطيه رسميا. كل وقائع هذا النهار راح نتابعها نحن وياكم مشاهدينا عبر هواء الاو تي في. وبدي ارحب بضيفي دكتور خليل حميدي الخبير الدستوري والقانوني. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. خليني انتقل اسمح لي الى النقوره مباشره، حيث الحدث المتوقع مع الزميل جورج عبود. صباح الخير. صباح النور جوال لك ولضيفك ومشاهدي الاو تي في. جورج، اليوم حدث تاريخي يتوقع، ما بعرف إذا صار عندك برنامج منذ لحظة الوصول إلى النقورة. أنا بعرف والكل بيعرفوا أنه لن يكون هناك لا احتفال ولا صور مشتركة، كل على حدة. يعني جوال، على الرغم من كل التشويش اللي كان عم بيرافق ملف ترسيم الحدود البحرية بالجنوب، اليوم فينا نقول مبروك للشعب اللبناني. يعني من بعد ما كان المثل يقول ما تقول فول إلا بالمكيول، نحن اليوم رسميا وصلنا لهيدا الموضوع، ولبنان دخل بنادي الدول النفطية من بعد يلي شهدناه اليوم الحركة المكوكية بقصر بعبدة. يعني مما جاء على لسان دولة الرئيس النائب الياس بوصعب، الرئيس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وقع الرسالة يلي بتقول انه لبنان استلم الرسالة الامريكية ووافق على مضمونها، والرئيس كلف لهيدي الغاية وفد لتسليم الرسالة يعني الى آموس هوكستين. وبالتالي بالناقورة اليوم رح تكون الانظار متجهة الى الناقورة من بعد ما المفاوض الامريكي رح يكون جال على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال وايضا رئيس مجلس النواب. الوفد اللبناني يلي كلفه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للتوجه إلى الناقورة بعد ظهر اليوم رح يضم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، العميد الركن منير شحادة وهو مفوض الحكومة لدى القوات الدولية، وسام شباط عضو هيئة إدارة النفط، وأحمد العرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية. إذن جوال بدنا نشوف شو رح يصير بالناقورة، وخاصة من بعد توقيع رئيس الجمهورية بعدسة الزميل إلي الصايغ. رح نشوف مقر الأمم المتحدة يلي رح يجتمع فيه الوفدين. أكيد اليوم شكل كتير مهم، وخاصة من بعد الحديث يلي عم بيصير على موضوع أنه عدم حصول أي تطبيع مع العدو الإسرائيلي. المعطيات الأولية داخل مقر الأمم المتحدة رح يكون في خيمتين بعاد عن بعض، خيمة اللبنانية باتجاه الأراضي اللبنانية، والخيمة خيمة الوفد العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي المحتلة الفلسطينية. وبالتالي رح نصير في عملية تسليم النسخ من الرسالة إلى الأمم المتحدة تحديدا والوفد الأمريكي. أيضا المعطيات بتشير إلى أنه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان رح تكون موجودة بالناقورة، ورح تستلم من لبنان الإحداثيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بنفس اللحظة يلي تسلم فيها الرسالة اللبنانية إلى هوكستين. إذن نحن رح نضل معكم بتغطية مباشرة طيلة هيدا النهار، وبالتالي تزامنا مع عملية تسليم الرسائل. وبالتالي لبنان فينا نقول رسميا من بعد ما خلص ترسيم هيدا الملف رايح للاستكشاف وإلى عملية التنقيب والاستخراج، وخاصة من بعد ما شفنا الاهتمام الفوري من شركة توتال يلي زارت لبنان لهيدا الموضوع تحديدا. جوال. نعم جورج، طبعا رح نبقى ونوافي كل المشاهدين في رسائل مباشرة طيلة هذا النهار معك مباشرة من النقورة. وأذكر أنه لا احتفال هناك، لا صور مشتركة، وكل على حدة كما كان ذكر زميلي جورج عبود. كل هذه الوقائع رح نتابعها. بدي أبدأ هذا الحوار معك دكتور خليل من ملف الساعة ويلي عم تتوجه له اليوم كل الأنظار، الترسيم. أكيد في كتير إيجابيات، بس بدي أحكي ببعض هيك علامات الاستفهام، وأبدأ من إسرائيل تحديدا يلي كان قال اليوم صباحا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل بالاتفاق على الحدود البحرية. بداية لازم نشدد أنه هذه ليست بمعاهدة،
ولذلك لا تخضع للمادة 52 من الدستور، برغم أنه رئيس الجمهورية هو يلي كان يقود المفاوضات، ولكن كان يقودها من موقعه كرئيس الدولة، رمز وحدة الوطن، يسهر على سلامة أراضي الدولة اللبنانية ومن موقعه الأول في الدولة. لذلك هذا، وليس هناك أي اجتماعات مع الكيان الإسرائيلي، وليس هناك أي مفاوضات مباشرة. كانت المفاوضات عم بتتم بواسطة الوسيط الأمريكي يلي كان عم ينقل الرسائل، بس ولا مرة كان فيه، واليوم تأكدنا من هالموضوع كمان، والاجتماعات مع أموس وكستان كانت للتأكيد أنه لن يكون هناك أي لقاء مباشر. وكمان في موضوع تاني، كان أموس وكستان عم بجرب تمثيل أنه سياسي، يرفع مستوى الوفد اللبناني، لأنه هلأ كان بالأول المفاوض لترسيم الحدود البحرية، اليوم يعني امبارح اجى بصفة ممثل رئاسي، نعم، ممثل الرئيس الأمريكي. لذلك كان بهمه يعلي مستوى، ولكن شفنا نحن الوفد يلي لقى الرئيس عون بالفعل، يعني منقي هذا اللي كان بدي اشير له، ما في تمثيل سياسي فيه، اي منقي على مستوى مدير عام رئاسة الجمهورية بمثله له، فوض الحكومة لدى القوات الدولية العميد شحادي، في عضو من هيئة إدارة النفط لأنه موضوع يتعلق بالنفط والغاز، نعم، وفي من الناحية القانونية رئيس مركز الاستشارات بوزارة الخارجية، يعني ممثل عن الخارجية، ممثل عن إدارة النفط، ممثل عن الجيش، ومدير عام رئاسة الجمهورية. يعني بالفعل الوفد يلي اختاره رئيس الجمهورية وفد على مستوى عادي، بس بمثل الجميع، ولم يجري أنه ما تعلى مستوى التمثيل، لأنه إسرائيل كمان كانت بتحب أنه يعلى المستوى. هلأ ردا على سؤالك، بما أنه ليست معاهدة ولا اتفاقية، لن يكون هونيك توقيع، لأنه شفنا الآلية، وضعت آلية خصيصا لهذا الموضوع، أنه رسالة بيسلمها المبعوث الرئاسي، ما بقى الوسيط، لا رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية بيسلم رسالة للوفد موافقة، صح، يوافق بموجبها على ما جاء بالرسالة اللي استلمها من أموس هاكشتاين، والوفد يحمل الرسالة إلى الناقورة، ويتم تسليم نسختين، يتم تسليم نسخة لممثل الرئيس الأمريكي يعني لأموس هاكشتاين، ونسخة مع الأحداثيات لممثلة الأمم المتحدة يلي راح يوانا فرونتاسكا يلي راح تكون موجودة كمان لتستلم هالأحداثيات لوضعها، نعم، في الأمم المتحدة، لأنه هذا يعني هذا الاتفاق إذا بدك بين هلالين يلي مش ما هو اتفاق، سينفذ بضمانة الولايات المتحدة الأمريكية وبضمانة الأمم المتحدة. لذلك ليس هناك أي اعتراف بالكيان الإسرائيلي، نعم، بهذه العملية أبدا. أتمنى خطوة أولى تطبيع، يعني مع ليس إسرائيل. هناك تطبيع ولا اعتراف. هلأ إذا بدك تروحي، طيب نحن نعرف أنه بال 49 كان في معاهدة بين لبنان وإسرائيل، صحيح، معاهدة وقعت من الطرفين، يعني إذا بدك تعتبري أنه في اعتراف أو ما في اعتراف، نحن عم نحكي بإطار هذه الاتفاقية، يعني بإطار ترسيم الحدود يلي حصل، يلي حيتم بالناقورة اليوم. ليس هناك لا تطبيع ولا اعتراف ولا لقاء مباشر ولا اجتماعات مباشرة ولا أي شيء من هذا القبيل. يعني طيب ما في تطبيع، بس لما نجي نحن ونقول انه هذا الاتفاق على لسان الاسرائيلي والامريكاني ويمكن بقى لبنان، انه هالاتفاق حيرسي قاعده استقرار في الجنوب، طيب هي يعني شو نحن امام شو؟ هيدا سياسيا يعني عم نحكي استقرار سياسي قبل الاقتصادي، هيدا منه مثل خطوه اولى باتجاه خطوات لاحقه مع اسرائيل؟ جوال برجع بحكي، بعدنا هلا كنا عم نحكي اثرنا المعاهدة الهدنة ب 49، لازم منذ ذلك التاريخ يكون في استقرار، لانه اذا بتقري البنود المعاهدة ممنوع اي تعدي بري وبحري وجوي واحترام الحدود و نعم. يعني من هذيك الايام اذا بتحكي
انه استقراره، واكثر من هيك بالمعاهده كان في مثل ما قلنا توقيع من الطرفين على معاهده. لذلك يعني عم بدوروا في بدهم عم بدوروا على مكان يقولوا صار في تطبيع مع اسرائيل. برجع بقول لك باطار هذا بترسيم الحدود يلي حصل، ليس هناك اي تطبيع او اي اعتراف بدوله اسرائيل من قبل الدوله اللبنانيه، حتى صوره ما في، حتى صوره بتجمع الفريقين ما في، حتى التوقيع يتم كل مين على حدا بخيمه، الخيمة الفريق الإسرائيلي بخيمة باتجاه إسرائيل والفريق اللبناني بخيمة باتجاه لبنان، ومن ثم تسلم الرسائل للمبعوث الرئيسي الأمريكي أموس أوكشتاين ولممثلة الأمين العام للأمم المتحدة. طيب هل كان يتوقع كتار كانوا عم بيقولوا من سيوقع على الرسالة، خلينا نكون واضحين لأنه مش توقيع على معاهدة أو اتفاق، على رسالة موافقة الجانب اللبناني على الرسالة الأمريكية؟ كتار قال أنه مدير عام، وزتت بالإعلام أنه أورورف غالي مدير عام وزارة النفط وساعة من رتبة وزير، وإذا اليوم كان يعني ما بعرف إذا كان مفاجئ توقيع شخصيا العماد رئيس الجمهورية العماد مش هالعون. لا ما كان شخصيا، لأنه الرسالة موجهة وتم استلامها من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية التوقيع الذي وقعه هو بمثابة يقول حرفيا أنه استلم الرسالة من المبعوث الأمريكي ممثل الرئيس الأمريكي ووافق على ما جاء فيها. هيدا يلي وقعه، والإجراءات انطلقت من هنا، مش توقيع على اتفاقية أو على معاهدة. طيب تتوقع دكتور أنه فعلا ينعكس إيجابا اقتصاديا على البلد؟ لأنه في كتير دول عندها ثروة نفطية كبيرة، ومنها يعني تاني منتجين بأوباك، عم نحكي نحن مثل العراق وفي فنزويلا، في كتير دول نفطية بس ما يعني ما عرفت تستفيد من هيدي الثروة. هلأ في كتار اليوم سمعني هون البعض قال انه مثل واحد عم يحتفل على شو، يعني انه البلد اساسا منهار، واذا لم نعرف نستفيد من هالثروة يعني اكيد ما حيكون في ارتدادات ايجابية على لبنان. ما المطلوب هون بس هيك اقتصاديا قبل ما فوت الحكومة والرئاسة وكل الدستور والقانون ماذا يقول؟ قلنا وبنكرر انه عائدات الغاز والنفط يلي ما بنعرف بعد حجمها يجب أن توضع بصندوق سيادي بإدارة شفافة لاستعمالها لتحريك الاقتصاد، خصوصا لا يجب استعمال هذه العائدات لإطفاء ديون الدولة اللبنانية. يعني لازم هالعائدات تكون للأجيال القادمة، مش يلي سرقوا المصريات قبل لا يكملوا بالفساد وبالسرقة. لذلك عم تحكي عن فنزويلا وعن هالدول هودي لأنه تابعوا بنفس السياسة، بنفس سياسة الفساد، بنفس سياسة ما بعرف إذا عندك شوية تفاصيل، أنا عندي شوية تفاصيل كيف كانت تشتغل الأمور هناك، بس يعني تقريبا هون كانت نفس الشيء، وهون يمكن أكثر لأنه البلد أصغر. بس ولكن إذا يعني إذا ما صار في صندوق سيادي لتوضع كل هالعائدات ويصير في استثمار للعائدات للمستقبل، أكيد رح يضلوا بنفس التوجه. لذلك نحن اليوم هلا بنرجع لموضوع الحكومة كمان مع إذا أكيد طبعا فيه. هذا شق العقل. لذلك يلي بده يدير هالأمور هيدي يعني يدير مستقبل البلد وخصوصا إدارة هالثروة النفطية والغازية لازم تدار بشكل صحيح، ولا كمان راح تلحق كل المليارات يلي راحت ونهبت وسرقت وحولت إلى الخارج. إشارة إلى أنه الوسيط الأمريكي أو مثل ما قلت خلينا نسميه بطل وسيط أمريكي، مفد رئاسي أصبت مفد رئاسي أمريكي يلتقي بهالأثناء رئيس مجلس النواب نبيه بريم بعد ما كان التقى الرئيس نجيب ميقاتي ولقاء الصباحي مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. إذا كان هناك من تصريح من عين التيني طبعا راح نكون فيه مباشر. أكمل أنا وياك فيما بعد الترسيم، ترسيم أكيد كتير معولين على اللبنانيين، بس إن شاء الله هالتعويل وهذه الأمال تطلع بمكانها، وكما قلت أن يتم يعني معرفة وإدراك كيف بدنا نستفيد من هذه قبل معرفة وإدراك إدارة الثروة النفطية. اليوم نحن بنعرف أنه المحادثات
لترسيم الحدود كان لها شقين. أول شق يتعلق بالنقاط والاحتسيات والخط وإلى آخره، والشق الأهم هو بضمانة استخراج هذا النفط. وهنا يعني كان في هالتشديد أنه تلتزم شركة توتال بموضوع التنقيب واستخراج النفط، لأنه شو بينفع إذا رسمت حدودك وأخذت قد هيك عمرتين وما استخرجوا ولا عملوا عملية تنقيب. لذلك اليوم الانتظار كمان، يعني نحن اليوم قطعنا مرحلة مهمة كتير من هذه العملية. بس المرحلة الأهم هو التنقيب واستخراج النفط. نحن بنعرف أن إسرائيل اعتبارا من هالأسبوع عطت التعليمات لشركة إنرجين ببدء بالاستخراج، لأنه هن سابقيننا بمراحل بهالموضوع هذا. هلا بدنا نشوف، نحن منهم بيقولوا بدها 6 شهور، منهم بيقولوا بدها سنة، منهم بيقولوا بالرقعة رقم 9 بدها تتنازل للشركة بتملكها هي، بعدين في حصة الشركة الروسية لمن ستنتقل. اليوم عم بيحكوا كمان انه رح تنتقل بمرحليا لشركة تملكها شركة توتال، وبعدين القطرية رح يفوتوا ب 30%. يعني اليوم في اشياء مش واضحة بعد. لذلك يعني بدنا ننطر وان شاء الله انه، وبتصور بالكلمة اللي راح يلقيها السيد حسن اليوم راح يرجع يشدد على موضوع ضمانة استخراج النفط من قبل الشركة الفرنسية. ختاما ترسيميا معك، من تعتبر خرج منتصر من هذا الاتفاق؟ وبصراحة هل لبنان يعني اللي كان مستعجل والبعض قال انه قبل ما يفر رئيس الجمهورية ليسجل هذا العهد اللي ما سجل بحسب البعض اي انجاز انه قدر عمل الترسيم، البعض الاخر قال تنازل لبنان كتير لاسرائيل، فيما الوجهة نظر الاسرائيلية عكس ذلك تماما. جوال سبق وطرح علي هالسؤال وهيك اجتني دغري بطريقة عفوية جوابت، قالت انه الرابح هو المنطقة بكاملها، لانه البديل لعدم الوصول إلى اتفاق بموضوع ترسيم الحدود كان الحرب، وكنا أكيدين رايحين على حرب ويمكن بمبادرة من لبنان هاي المرة. لذلك الرابح الأول هو الجميع، هي المنطقة الرابح الأول لأنه تجنبنا حرب. هلا من هون يعني هيدي هي أهم نتيجة. هلا الرابح أكيد يلي بيعرف يستغل، مثل ما نحنا كنا عم نحكي قبل شوي، اللي بيعرف يستغل هذه الخيرات سيكون رابح، وإلا إذا ما عرفوا يستغلوا. لأنه شو الرابح؟ الرابح لازم يكون بلد رابح مش أشخاص طبعا. رابحين ليكون البلد رابح من مردود وخيرات هذه الثروة بده إدارة سليمة، بده شفافية. لذلك ما فينا يعني يمكن يربح لبنان كتير بالأرقام مليارات، والشعب اللبناني مثل ما حكيته مثل فنزويلا وغيره انه يضلوا فقير ويضلوا بهالوضع هذا المزري. يعني لذلك برجع بجاوبك، اولا الرابح المنطقه كلها انه جربنا حرب، ثانيا الرابح بين هلالين هو يلي هلا نحن بلبنان اكيد يعني انطلقنا من مكان علينا لل 29 لنفاوض لناخذ 23 محق القانا وبعض الامور يعني اللي حسننا فيها وضعنا. اليوم وفيني اقول لك انه لو ما كان في ظروف اقليميه ودوليه ساعدت يمكن ما كنا وصلنا كمان للاتفاق، ولو ما كان في ضغوط يمكن ما كنا وصلنا للاتفاق. لذلك الكل رابحين بهالموضوع محليا وإقليميا ودوليا، لأنه نحن نعرف أزمة الغاز والأزمة اللي تتخبط فيها أوروبا. يعني بالفعل أنا بعد واصل امبارح، بعد واصل امبارح من فرنسا تعرفي يعني الناس طوابير على طوابير 100 و150 متر محطات البنزين. مزبوط. يعني هيدا موضوع. بعدين بسويسرا أعلنوا 4 ساعات تقنين كهرباء بالنهار، وهلأ الشتوية كيف رح يقضوها ما بعرف، يعني بعضهم عم يشوفوا كيف بده يعالجوا الأمور. لذلك يعني الموضوع لو ما كان فيه هال يعني الوضع
الإقليمي والدولي اللي تقاطع ساعدنا كثير كمان في بإنجاز عملية ترسيم الحدود. معلش سياسيا كمان فازت المقاومة وأثبتت قوة. نعم. فازت المقاومة وربحت وأثبتت أنه هي فيها تكون القوة الناعمة ببعض الأحيان. هلا لقلك لازم نعترف أنه لو من المسيرات البعطوها ولو من الخطاب العالي ولو من يعني نحن كنا نشوف إذا بدك ردة الفعل بالصحافة والإعلام الإسرائيلي، يعني كانوا أخدين على محمل الجد تهديدات المقاومة، وهذا ساعد كثير بتحسين وضع لبنان التفاوضي، هيدا أكيد، ويلي يعني الكل صاروا عارفينين، يعني أكيد بعض الفرقاء بدوا يقولوا لك لا، بس هذا الواقع، ما فينا ننكر الواقع. بانتظار وقع هذا النهار حكوميا رئاسيا، نحن على أبواب قبل كم يوم من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، يفترض أن تكون المغادرة نهار الأحد. سامع في حكومة؟ يعني معلش صرنا اليوم ساعة بيطلع أجواء جدا إيجابية، وفجأة نرجع أنه لا، هيدا كلها حكي بلا طعمة وما في حكومة، نحن أمام فراغ. معلوماتك قبل الدستور. هلا اكيد في جهود تبذل. نعم. لتاليف حكومه، لانه ما بيخفى على حدا الوضع الحكومي اليوم القائم حاليا، حكومه مستقيله، حكومه تصريف اعمال. اولا الدستور بيقول لك انه الحكومه لا يمكنها ان تصرف الاعمال الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال. اوكي. لذلك نحن بنعرف انه هالحكومه هيدي أول شيء دستورياً منا مكتملة الأوصاف. ثانياً في حال خلو سدة الرئاسة. نعم. المادة 62 بتقول في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحية رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء. حطيتها قدامي هالمادة بس لنقشك فيها، لأنه بصراحة أخذت مادة وجزر كتير، ومبارح سمعنا رئيس التيار توقف أنه بالمجلس الوزراء مجتمعا، بس هون بدي منك تفسر لي لتعرف هالعالم اللي عم تسمعنا اليوم شو الفرق بين حكومة. انا لقلك جوال، انا هلا اخذت قرار. نعم. انه صرت بقرا، يعني ما بقى بدي اقول، لانه شفت على البلاتويات بتحوير لا القانون ولا المواد الدستور. ايه. ولا يعني لازم ينقرا المادة 65 شو بتقول؟ تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. أوكي؟ وهو السلطة التي تخضع لها إلى آخره، وبقولوا شوي ولكن هيدي الجملة تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. نعم. في فرق بين الحكومة ومجلس الوزراء. الحكومة ليش قالت المادة 62 تناط بمجلس الوزراء؟ ليش هون المادة 65 يلي بتفتتح شو هن مين مجلس الوزراء وصلاحيته بتقول تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء؟ نعم. الحكومة هي الحكومة التي تؤلف، ولكن عندما تجتمع الحكومة لتمارس السلطة التنفيذية تجتمع بمجلس الوزراء. مجلس الوزراء مجتمعا هو يلي انتقلت إذا بدك من بعد ما كانت المادة 53 بتنص على أنه يعني كانت كل الصلاحيات كانت بإيد رئيس الجمهورية، وكانوا الوزراء يعتبروا، لأنه كانت مادة 53 بتقول يسمي الوزراء ويقيلهم ويختار من بينهم رئيسا. هلأ صارت يجري استشارات نيابية ملزمة ويطلع ويكلف بنتيجتها الرئيس. اليوم مجلس الوزراء انتقلت له الصلاحية السلطة التنفيذية مجتمعا، لذلك مجلس الوزراء عندما يكون مجتمعا هو السلطة عنده. من شان هيك اليوم نحن عم نقول انه عندما تكون الحكومة مستقيلة لا يجتمع مجلس وزراء، ونحن بنعرف اللغط وبنعرف يعني هالموضوع قديش اخذ مدرات من ايام ال 2005. ما بيجتمع بحدود ضيقه يعني اذا امور يمارس الوزراء. أوكي. صلاحياتهم لتصريف الاعمال. وهون نرجع كمان، يعني مش كل مره بدنا نشرح تصريف الاعمال، هو بالمبدا لاستمراريه المرفق العام. لانه تصريف الاعمال في نوعين، نوع هو لاستمرارية المرفق العام، وفي حال طرأ أمور
في مهل او امور مفروض خطره مفروض ان تمارس، مجلس الوزراء بيمارسها ضمن نطاق الضيق لتصريف الاعمال. لذلك مجلس الوزراء لا يجتمع. لما تقول الماده 62 تناط صلاحيه رئيس الجمهوريه مجلس الوزراء، طب مجلس الوزراء لا يجتمع كيف يمارس؟ هذا اول نقطه، كيف يمارس صلاحيه رئيس الجمهوريه اذا لا يجتمع مجلس الوزراء؟ لا يمكن للوزراء انفراديا ان يمارسوا صلاحيه رئيس الجمهوريه، يمارسوها عندما يكونوا مجموعين بمجلس الوزراء. وبما انه لا يجتمع مجلس الوزراء عندما تقوم الحكومه مستقيله، يعني ما في. ثاني شغله، نعتبر استثنائيا لازم بده يجتمع مجلس وزراء لامر بالفعل طارئ جدا بحاله البلاد الحاليه، من يدعي الى اجتماع استثنائي لمجلس وزراء؟ رئيس الجمهوريه بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. في حال خلو سته الرئاسه، من سيدعي الى اجتماع مجلس وزراء لتمارس هذه الصلاحيه؟ لذلك يعني مفروض يصير في تأليف حكومة جديدة. كمان في موضوع ثالث مهم، في حال لم يتم تأليف حكومة اليوم و في حال خلت سدة الرئاسة، من سيوقع مرسوم تشكيل الحكومة؟ يعني بدنا ننطر انتخاب رئيس جديد 6 أشهر سنة سنتين اللي هن، بدها تضل هذه الحكومة المنقوصة الصلاحية الغير دستورية هي عم بتمارس. هيدي حكومة فيها كمل موضوع ترسيم الحدود، استخراج الغاز والنفط، المفاوضات مع صندوق النفط الدولي، وضع الخطة، خطة اقتصادية، خطة مالية. يعني بدنا نفوت بنفق أسود. هلا في منهم بيقولوا هلا نحن بلكي إذا بقيت الحكومة هيك سيستعجل الأمر، سيستعجل انتخاب رئيس الجمهورية. كيف تضمن هالموضوع؟ ما حدا بيضمن هالموضوع، لأنه رئيس الجمهورية مش بأمور اللبنانية بين نهار والتاني بيقرروا انتخاب رئيس الجمهورية، يتم انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية بلبنان تخضع إلى معايير داخلية وإقليمية ودولية، ومش مبين أنه اليوم هذه المعايير مجتمعة لانتخاب رئيس الجمهورية. وأحسن يعني أفضل مثل على ذلك هالاجتماعات لانتخاب رئيس الجمهورية اللي جرت بمجلس النواب، يعني مسرحيات. قبل ما توقف عندها، بس تفسيرك للمادة 62 أو لأنه حضرتك خبير فيها، أفهم من هالكلام أنه في حال خلت سدة الرئاسة وما كان مجلس الوزراء كل الوزراء موجودين، يعني إذا كان في ببال عم سلم فرضية رئيس التيار أنه ما يمون على الوزراء اللي بيمثلوه وما يشاركوا بالاجتماع، أي اجتماع مرتقب، يعني أي قرار بتاخده حكومة مجتمعة بغياب وزير واحد بيطلع أنه لا وزيرين، لا في أمرين هون اللي إياها. أول شيء الحكومة لا تقدر تجتمع بدها نصاب الثلثين. أوكي. صح، يعني إذا تأمنوا نصاب الثلثين تعتبر الاجتماعات أنه قانونية ودستورية. تاني شغلة، بده يكون الحكومة ميثاقية، يعني إذا استقال لنقول كل الوزراء المسيحية أو كل الوزراء أي مثلا أي، هون الحكومة بنرجع للفقرة هي من مقدمة الدستور يلي بتقول لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، تعتبر أنها لا غير شرعية، لذلك تعتبر أنه قراراتها. عفوا على المقاطعة، بدي أنتقل إلى الوسيط الأمريكي من عين التين مباشرة للاستماع لماذا سيقول بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. عودة لحوار اليوم مع الخبير الدستوري والقانوني، برجع برحب فيك دكتور خليل حمادي، ونكمل حكوميا ورئاسيا، لأنه بس هيك مقاطعة بموضوع المادة 62. كنا عم نقول في حال تغيب وزير أو ما بعرف وزراء مسيحيون عن أي جلسة مرتقبة للحكومة، بهيك وضع شو بيصير؟ برجع بعد لك، يعني هو أولا يجب أن يكون نصاب الثلثين، ثانيا يعني يجب أن تكون ميثاقية الحكومة وإلا تعتبر غير شرعية. هلأ إذا تغيبوا وزراء من طائفة، يعني من مثلا مثل ما صار عند استقالة وزراء الشيعة
بحكومة السنيورة 2005، بس نحن شفنا يعني ما صاير كله وش انتظر الدستور والقانون بالبلد عادة بتجتمعوا بتجتمعوا ويأخذوا قرارات وبقوا 700-800 مرسوم وتم صاير فيهم وتصديقهم. لذلك يعني اليوم أو بدنا نطبق الدستور أو بده يضل الدستور وش انتظر. هلا الحكومة أساسا مستقيلة بعدين جوال الحكومة تعتبر مستقيلة بست حالات، أو بوفاة رئيسها أو باستقالته أو عندها انتخاب باش جديد أو رئيس أو رئيس جمهورية جديد أو عندما تفقد سلسلة، يعني في ست حالات سلس عدد الوزراء. بس أهم وحدة هي عندها انتخاب مجلس جديد، لأن الحكومة لا يمكن مدى 4 سنين أن تمارس صلاحياتها قبل نيل الثقة. يعني الثقة هي اللي بتعطيها الشرعية للحكومة لتمارس مهامها. لذلك عند انتخاب مجلس جديد الحكومة كانت تأخذ ثقتها من المجلس القديم، لذلك تعتبر الحكومة حكما مستقيلة. وهون بطل عندها ثقة، يعني فقط يعني فقد موضوع الثقة. لذلك من هودي من أهم من أخطر يعني الأصناف الاستقالات، لأنه لم تعد يعني ليس لديها ثقة لتحكم. لذلك اليوم يعني أكثر من هيك برجع بعيد، في حال خلو ستة الرئاسة كيف بدها الحكومة بصلاحيات المنقوصة ومعنى دائرة تصريف الأعمال كمان بدها تورد صلاحية رئيس الجمهورية بدها تبرسون. هلأ هيدا قصة الثقة. كان في مبارح أجواء أنه ممكن تولد الحكومة بالساعات القليلة المقبلة، معلوماتي حتى ما ألزم كمان دايما أنا المحطة لأني ضيقة، بعد الاتصالات مستمرة، مش أنه خلصت الأمور، لا مش هيك الموضوع. الثقة هي بعد علقة، المطلوب أن يعطي رئيس التيار الوطني الحر ثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وفي كان بعد موضوع استبدال وزراء مسيحيين كان بعده عالق، وكان الرئيس نجيب ميقاتي طرح حل وسط على الرئيس على جبران باسيلو، يمكن فيك تصحح لي دكتور إذا عندك هذه المعلومات، أن يتم كان رفض لوزير الطاقة فياض، ولكن طرح حل وسط على رئيس تيار انه ان يبقى الحكومه على وليد فياض بالطاقه بالحكومه، ولكن ان يتم استبداله بوزير السياحه وليد نصار، يعني انه يكون وليد نصار اللي هو اليوم وزير سياحه وزير طاقه، وان يكون وليد فياض هو بوزاره السياحه. هيدي النقطه لم تبت بعد بحسب المعلومات، ولكن هلا في كمان شويه. انا حاولت كثير التواصل مع وزير السياحه ولكن متكتم جدا وما عم بيرد على الهاتف، يمكن لانه في عنده دور كمان يلعب وشفناه كيف يتحرك. على كل حال في هيك شويه اجواء صحفيه على بعض المواقع بتقول انه يصل الى بيروت اليوم رجل اعمال لبناني المقيم في الكويت وديع العبسي بعدما تلقى اتصالا من دوائر القصر الجمهوري باب عبده لضروره الحضور. ما بعرف هيدا معلومات بس عم بقرا على موقع التيار.org، وكانت معلومات صحفيه متداوله اشارت الى ان اسم العبسي مطروح لتولي منصب نائب رئيس الحكومه ووزير الدفاع. واسئله هيدا لبنان فايلز وتيار.org، هيدا فقط معلومات هيك صحفيه اكيد لانها رسميه، ولا انا اتبنى هذه المعلومات، ولكن انا حاولت التواصل مع بعض المعنيين وليس هناك من ايجابي، على امل ان تحمل الساعات المقبله ايجابيه. ما خلينا نسلم جدل، ما في حكومه ونحن خلصنا عهد رئيس الجمهورية وصرنا أمام فراغ. أنا بدي أسلم جدل أنه في حكومة، لأنه لازم يكون في حكومة. هلأ استثنائيا بسلم جدلا أنه ما في حكومة في حال قطعنا الأمل، لأنه لازم يصير في حكومة. هلأ في حال ما صار في حكومة، سؤالك، وصار في خلو بسدة الرئاسة شو بيصير؟ 100% 100% صح، هيدا سؤال صح. لم يعني ولا مرة طرح هذا الموضوع انه يصير في خلو بسدة الرئاسة وتكون الحكومة مستقيلة، يعني حتى ما اجى على بال المشرع هيك موضوع. لذلك المادة 62 قالت تناط الصلاحية بمجلس وزراء. هلا ما تطرق على المادة 64 بتقول تمارس صلاحياتها بالمعنى الدائري لتصريف الأعمال، لأنه تصريف الأعمال لازم يكون لكم يوم لكون طلفت حكومة جديدة، مش أنه هيك. يعني هذا الوضع ما حصل قبل
سابقا ابدا. هلا في حال خلو سته الرئاسه نرجع بنعيد انه هيدي الحكومه فاقده ثقه مجلس النواب، مستقيله ولا تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الدايركت لتصريف الاعمال، ولا يمكنها ان تمارس صلاحيه رئيس الجمهوريه، لان صلاحيه رئيس الجمهوريه بوجب الماده 62 تناط بمجلس وزراء، والحكومه المستقيله لا تجتمع بمجلس وزراء لتمارس هذه الصلاحيه. واكثر من هيك استثنائيا في حال يعني بالفعل لموضوع مهم جدا طرح وقرروا انه يجتمع مجلس وزراء، من يدعي مجلس وزراء استثنائيا بموجب الفقره 12 من الماده 53 هو رئيس الجمهوريه. بحال غياب رئيس الجمهوريه حتى استثنائيا لا يدعى مجلس الوزراء. بقى من هون يعني عملت لك خلاصه وحضرتك استخلصي، هل فيك تجمعي مجلس الوزراء وتمارسي الصلاحيه؟ بقراءتك لا، بس بقراءة امبارح وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، يعني ما بعرف إذا قدرت تسمعه، قال إيه عادي بتكفي الحكومة بتمارس عادي. وزير الخارجية يعني هذا هيك الوزير الصديق اللي بحترمه واللي بدي يعني الوزير عبد الله أبو حبيب بيمون، بس أنا بقرأ دستور والنص قدامي، وبوجود النص لا مجال للاجتهاد، هذا النص بيقول هيك وقلت لك إياه هون ورا بعضهم، لا تستخلصي تشوفي انه لا يمكن. هلا بيطلع اجتهادات من هون، بيطلع دراسات من هون، يلي بدك. ما يعني اليوم معلش شيء لما مثل بموضوع الماده 49 مثلا، شو بدي اعطيكي مثل، كنا عم نحكي تحت الهواء انه سالتيني في حال طرح موضوع واكيد راح تساليني. هلا حسألك، عم بحكي باطار الاجتهادات، خليني اسالك وسبي باطار. نعم في اجتهاد. هلا قائد الجيش بده تعديل دستوري لنحكيها هيك، بس بلحظه ما، بلحظه تسويه ما، عندما تاتي كلمه السر بتسويه كبرى، بنمشي هالدستور مثل ما بدنا وببلا تعديل بيقطع قائد الجيش. لا ليش، شو رايك؟ ليش بلا تعديل يا جوال؟ الانتخاب رئيس الجمهوريه بده نصاب الثلثين، والتعديل بده الثلثين. نعم. طيب شو بيمنع نحترم الدستور ونفوت على جلسه ونطرح في حال تم التوافق لنقول على العماد جوزيف عون، بينفات على الجلسة، الرئيس بري شاطر بهالأمور، عدلت المادة 49 فقرة 2 لمرة واحدة، صدق برفع الأيدي بتاخد نص دقيقة. شو بيمنع تاخد نص دقيقة ولا ننتقل إلى انتخاب الرئيس؟ مش مثل ما صار وقت بشال سليمان، كان في 110 ما بعرف كم ناسي كم صوت اخذ، ولم يجري تعديل الدستور، وكانه في هدف ما ليش ما جرى تعديل الدستور. وتفسير الرئيس بري وقتها ايه ولو ما كلهم كانوا موجودين وصوتوا له باكثر من 86، نعتبر كانه عدل الدستور. هيك بيشتغلوا، هيك هذه المقاربه يلي لازم يقاربوها نواب الأمة ورئيس مجلس النواب لا دستور ولا الانتخاب، ولا لازم يمشوا حسب الأصول وحسب الدستور. عدلوا، ما حدا عم بيقلكم ما فيكم، بس يجب، لأنه المادة 49 بتقول لا يمكن انتخاب أي من الفئة الأولى أو ما يعادلها بدون تعديل دستوري، طالما هن بموقعهم أو خلال السنتين التي تليان استقالتهم. لذلك بده تعديل دستوري، عدلوا الدستور ما في مشكلة. حقلك ليش البعض عنده يمكن هواجس من تعديل الدستور، بس خليني انتقل أنا وياك إلى قصر بعبدة مع زميلي جويس نوفل اللي تابعت هذا النهار منذ ساعات الصباح الأولى، يبدو عندها أي جديد. جويس، رجعي لخصي هذا المسار الصباحي، وما بعرف إذا عندك أي معلومات إضافية، تفضلي. لا معلومات إضافية حتى الساعة، بانتظار أن يحصل يعني التوقيع، ليس التوقيع، تسليم الورق الموقع من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في رأس النقورة، الاجتماع اللي راح يحضره الوفد اللبناني اللي كلفه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ب
الذهاب إلى الناقورة وأتمام هذا الإنجاز التاريخي يلي تم اليوم في قصر بعبدة، ويلي وصل كان صباحا أول الواصلين نائب رئيس الحكومة، نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعبة، هو المفاوض الرئيسي يلي كلفه الرئيس عون بمتابعة هذا الملف، ومن ثم اللواء عباس إبراهيم ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب. تم توقيع هذا الموضوع بحضور الوسيط الأمريكي أموس هوكستين، وقع الرئيس عون على الرسالة الأمريكية، وأيضا وزير الخارجية وقع على نسخة أخرى تتعلق بالإحداثيات. ما سيحصل الآن هو أنه الوفد اللبناني اللي كلفه الرئيس واللي هو مؤلف من مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وأيضا مفوض الحكومة لدى قوات اليونيفل بالجنوب العميد الركن منير شحادة، وأيضا وسام شباط عضو هيئة إدارة قطاع النفط، وأيضا أحمد العرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية. هذا الوفد اللبناني تسلم الرسالة الموقعة من الرئيس عون، رح يطلع على رأس الناقورة بعد ظهر اليوم بحضور أموس هوكستين وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا السفيرة الفرنسية أنجريو رح تكون حاضرة برأس الناقورة بمركز الأمم المتحدة. رح يصير في تسليم لهذه الرسالة من الجانب اللبناني إلى هوكستين، أخذ صورة تذكارية وفقط، لن يكون هناك بالتأكيد أي تواصل لا مباشر ولا غير مباشر مع أي من الجانب الآخر، يعني حتى فقط سيرى الجانب اللبناني هؤلاء الموفد الأمريكي والسفيرة الفرنسية والوفد المرافق، وبالتالي سينجز هذا الموضوع في رأس الناقورة بعد حوالي 7 أشهر على وصول واستلام أموس هوكستين هذا الملف، ومن الجانب اللبناني الرئيس عون وأيضا من تم تفويضه بهذا الأمر بوصعب، يلي أنجز هذا الاتفاق التاريخي كما قيل اليوم وكما قال بالتحديد هوكستين، يلي قال أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على الاستقرار اللبناني وأيضا سينهض لبنان من الأزمة الاقتصادية والتي يمر فيها، وأيضا وصفه ب التوقيع التاريخي والاتفاق التاريخي. رح نشوف أيضا بعد الظهر هذا المشهد برأس الناقورة، وكان هوكستين انتقل من قصر بعبدة إلى السراي الحكومي، التقى مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأيضا عاد والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي كان الحديث أيضا عن هذا الإنجاز اللبناني يلي تم توقيعه اليوم ويلي أنجز بعد مفاوضات وجهد وعمل. ولكن الأكيد بطبيعة الحال والتشديد بهذا الموضوع يلي كان الرئيس العماد ميشيل عون ذكر في أكثر من مرة، أنه لبنان بقي متمسك وحافظ على كل حقوقه وعلى كل ثرواته بهذا الموضوع من دون أن يخسر ولا أي شيء، كما كان يعني عم يشيع البعض، ولكن حافظ على كل هذه المكتسبات وكل هذه الحقوق. أنت وزميل جورج عبود لمواكبة هذا النهار، كما ذكرت هذا النهار التاريخي وهذا الإنجاز التاريخي للبنان، بانتظار ساعات بعد الظهر ماذا سيحصل في الناقورة. أكمل أنا وياك دكتور خليل حميدي، وكنت عم أقول لك بدي هيك شوي اطرح يمكن هواجس البعض، بيقولوا لك اذا بدنا نفتح تعديل باب تعديل الدستور بيصير في كل حدا عنده ماده او عنده شيء بده يعدله بالدستور بيفتح هيدا الباب، ما بنخلص هيدا. ما عدلوا كم مره؟ عدلوا الدستور لانتخاب وتمديد لرئيس الجمهوريه، العماد لحوت مرتين، رئيس سليمان للياس الهراوي مره، كم مرة عملوه؟ يعني شيء مش جديد. بعدين كنت بدي هون لما حكينا عن السلطة الإجرائية إنه صارت مناطق مجلس الوزراء، هون كمان بدي شدد على موضوع إنه هودي لما يجيبوا حكومات يحكوا بحكومة تكنوقراط. نحن اليوم منذ تعديل الطائف جوال، بمجرد صارت السلطة الإجرائية مناطق مجلس الوزراء هو الذي يوضع مهامه وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال، تعيين موظفي الدولة وصرفهم، حل مجلس النواب، هودي كلهم أمور سياسية بامتياز.
كيف بدك تسلميهم لتكنوقراط يقوم؟ ما لا يجوز بعد تعديلات الطائف من بعد ما صارت، وقت كانت قبل الطائف كان الرئيس ويعتبروا الوزراء معاونين له فيك تجيب تكنوقراط. بعد تعديلات حكومات الطائف ولا يمكن انه، وهيدي الحكومة أضيفي إلى أنها مستقيلة وغير مكتملة الصلاحيات وتمارس بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، أغلب وزراء تكنوقراط. بقى من سيدير شؤون وأمور وهواجس هذا البلد، خصوصا بظل هالأزمات يلي عم نعيشها الاجتماعية والمالية والاقتصادية يعني عم تقرب من وجهة نظر رئيس التيار جبران باسيل بأنه كان بده 6 وزراء سياسيين. جوال انا بتعرفيني انا بس احكي وكون عم نحكي دستور وقانون بنسى الموقع وبنسى بحكي بالفعل شو لازم احكي. امر بيقولوا لي هيدي مش وجهه نظر بس ما فيني غير النصوص، هيدا النص بيقول هيك. لذلك لا يمكن بدك سلطه سياسيه تدير اذا بظرف عادي. هذا الدستور معمول لتطبيقه بظروف عاديه، بدها تكون تناط السلطه الاجرائيه بمجلس الوزراء، يعني بتكون سلطه سياسيه. كيف بظل ما يجري حاليا اذا ما عندهم القرار السياسي اكثر من عندهم صلاحيه حل مجلس النواب كمان، صلاحية يعني وضع السياسة العامة للدولة، السلطة الإجرائية بشكل عام. لذلك هذه الحكومة لا تصلح لأن تدير شؤون البلاد في حال خلو ستة الرئاسة. قبل ما نتكلم عن وراثة صلاحية رئيس الجمهورية، طيب بالجلسات اللي صارت بانتخاب رئيس للجمهورية، بدي تعليقك على اللي عم بيصير. رئيس بري عم يدعي يعني عم يعمل واجبه الدستوري، صح ولا غلط؟ الدستور بنص انه قال شهر على الاقل وشهرين على الاكثر. نعم. لازم يدعي رئيس المجلس النواب لانتخاب جلسات انتخاب رئيس الجمهوريه، واذا لم يدعو باخر 10 ايام يعتبر المجلس منعقد حكما لانتخاب رئيس الجمهوريه. وبيضيف الدستور بيقول عندما يكون المجلس ملتئما لانتخاب رئيس جمهورية يعتبر هيئة ناخبة وليست هيئة مشرعة. طيب الرئيس بري إذا ما دعا بيكون عم بيحمل حاله مسؤولية، دعا 4 مرات بس شفنا أنه، برجع بقول إذا ما في توافق هيدا يعني الديمقراطية التوافقية اللي أنا ضدها 100%، لأنه مبدأ الديمقراطية تعارض مع التوافق. الديمقراطية أكترية تحكم وأقلية تعارض. إذا الشعب ما انبسط بهالأكترية بيختار الأقلية، بس هيدي الديمقراطية. ولكن عندما يكون هناك توافق، شو يعني توافق؟ ويعني الدستور بيقول لك إنه يجتمع مجلس الوزراء بأكثرية 2/3 والقرارات تؤخذ بالتوافق وإلا بالتصويت. بس برجع بعيد كل مرة بعيدة، ذكروني مرة قرار واحد طرح على التصويت بمجلس الوزراء لا. او بده يتوافقوا او بيترحل بنبطل نشوفه حتى رح. لو صوتوا ما بنعرف هذا صوت مع مين ومين مين صوت ضد يعني بصراحه لا لا ما بينطرح، ما في تصويت حقيقي، بيكونوا متفقين على كل شيء الا اذا في شيء طارئ. بتلاقي هالوزراء طالعين فايتين طالعين فايتين على مجلس الوزراء، عم بيرجعوا لمرجعيتهم السياسيه ليعطون تعليمات شو بده يعملوا. لذلك التوافق، نحن عنا هالديمقراطية التوافقية يلي هي بدعة. لذلك إذا ما في توافق، هي بتبلش من رأس الدولة وبتنزل، إذا ما في توافق ما بيصير في انتخابات، خصوصا بالانقسام العمودي الحاصل اليوم بعد انتخابات النيابية اللي صارت مؤخرا. ما في فريق أو فريقين إذا اجتمعوا فيهم يجيبوا، بدك 86 صوت، بدك 2/3 عندما يلتقى مجلس النواب لانتخاب الرئيس. ما في حدا عنده 86 صوت. لذلك اذا ما صار في توافق ما بيجي رئيس، هذا رئيس التحدي ورئيس الشو، هيدا ما في بنا. واضف الى التوافق بده بيخضع كمان لتقاطع اقليمي ودولي. رئيس الجمهورية بلبنان مش بس نتاج لبناني، لذلك مش حاضرة الظروف بعد انه يصير في انتخاب رئيس. انتخاب رئيس الجمهوريه ميشيل عون تحديدا ما كان نتاج لبناني وتسويه لبنانيه، كان معارضتها يمكن الدول الكبرى، وشفنا هذا الحصار بسبب هالتسويه اللي صارت. مش لذلك اخذت 2.5 سنين
فراغ بسدة الرئاسة، بدون سنتين ونص جديد ليجي رئيس مثل العماد ميشيل عون. هل بيحمل؟ كانت أيام خير وبركة بهذيك الأيام وكانت ماشي الحال بالبلد. اليوم بعد تعرفي جوال، في أمور أمنية عم تحصل، ما كثير عم بينحكى. يعني اليوم نحن على شفير هاوية، مش بس اقتصادي ومالي واجتماعي ويلي بدك، بعدين يعني في أشياء ما عم هيدي منا شايفينها اليوم، رح نشوف نتائجها مستقبلا، يلي هي المدارس، الجامعات، المستويات، كيف نزلت، المعلمين كيف هاجروا، الأطباء، المستشفيات. اليوم لبنان بعد ما كان منارة الشرق الأوسط بالطب وبالجامعات وبالمدارس كل شيء، مستشفى الشرق الأوسط، اليوم كله عم ينزل المستوى، رح نشوفه بعدين. اللواء إبراهيم كمان هل صار في 2,080,000 نازح سوري بلبنان، يعني النص أضيف إليهم الفلسطينية والعمال الأجانب وكذا، قد الشعب اللبناني بالذات. طيب كيف بلك بده يقوم؟ يعني لما كان في أزمة خبز جوال، بس الناس حين السوريين عم يستهلكوا كانوا إذا ذكرتش 500,000 ربطة بالنهار. طيب كيف بلد بده يقوم هيك؟ ما فينا. طيب شو اللي وقف أو عرقل ترسيم مع سوريا؟ الكل نسيين أنه بال2006 تزامنا مع القرار 1701 صدر قرار 1980 رقمه 1980 يلي طلب من سوريا أنه ترسم وتحدد الحدود البرية والبحرية بلبنان، وخصوصا المناطق المتنازع عليها مثل مزارع شبعة. ولا يعني اليوم من بعد ما صار فيها الحماس، نعم، يمكن السوري قال لك أنا لمين أولا، لمين بدي أعطي هالورقة، أعطي هالكادو. طب ما إذا بدي أعطيه للعماد عون فلل بعد أسبوع، لمين بدي أعطيه؟ للمئات وحمل ما لا، يعني نجيب مئات بسوريا منهم كتير أصحاب إنه وياه هالأيام، أو للحكومة القائمة حاليا، أو لمين؟ يعني بده يعطوه. بس رئيس الجمهورية اللي بادر واتصل، يعني هو رح يكون لي مش هالعون. مزبوط، وفي حسن نية أكيد تم تأجيل، أكيد هيدا بده يصير، لأنه في ثلاث دول معنية. في عندك أبرس، ما في مشكل مع أبرس، أبرس لما ترسمت الحدود ترسموا بناء على الخط واحد اللي وضعوه مع الإسرائيلية. هلأ صار في إحداثيات جديدة وترسيم حدود جديد مع لبنان يتم إرسالها لأبرس، وهلأ صار يعني تم الاتصال بالقبارصة، ولسه بيجي وفد كان مفروض يجي هالأسبوع بس تأجل للأسبوع المقبل، يمكن يجي بكرة. لوضع يعني قصة مع أبرس، بيوضعوا الخط 23 مع حق القانا وهودي، نعم، وبيرسموا الحدود الجديدة، ما في مشكل، يعني ما في مفاوضات مع القبارصة. مع السورية في بصير في مفاوضات مباشرة، مش لأنه مش قصة مثل إسرائيل يعني، بس كمان مع سوريا في عدة عوامل، في عوامل محلية، كمان في عوامل إقليمية. ما تنسي اللي بده ينقب بسوريا كمان هن الروس، 100%، والروس صح. طلعوا من لبنان وعم، والأمريكان إنه فاتوا أخذوا كل شيء هن، والفرنسوية والأوروبية، يعني مش بسهولة راح يعني بتعرف قصة مصالح خصوصا بمجال النفط والغاز. يعني في أمور أكيد بدها مقاربة مختلفة مع سوريا، لأنه مع سوريا بده يصير فيه، يعني مع إسرائيل لأنه لم يتم الاتفاق، رحنا على ترسيم الحدود البحرية ولم نتناول الحدود البرية، بس مع سوريا لأنه في نزاع، بس مع سوريا مفروض بين أشقاء أنه يوصلوا لحل سريع. بس ما بعرف وين المصلحة اليوم أنه ينطرح موضوع الحدود بشكل عام. يعني خلص وقتي، حأختم به هيك سؤال تحليلي أو معلومات، ما بعرف إذا عندك أي معطيات. من برأيك بروفيل مين رح نكون أمام رئيس للجمهورية؟ هل من 8 أدار ومعروفين الأسماء، أو قائد جيش، أو رئيس وسطي بقراءتك؟ أنا وقاعد أنا وياكي هون جوال، بدي أعطيكي بس كله بيتوقف على مدة يلي راح فراغ الرئاسي. إذا فراغ الرئاسي كان قصير شيء، وإذا الفراغ الرئاسي أخذ بدة أطول أو طالت بدته مثل ما صار من 2014 ل 2016 شيء آخر.
لذلك كله يتوقف على الفراغ الرئاسي قديش راح يكون، وهون تحدد هوية الرئيس الجمهورية. منشان اليوم نحن وقاعدين اليوم طالما ما عم نعرف شو راح يصير بعد 31، في اسم مرتفع حظوظه اكثر من الثاني، هلا في اسماء الصف الاول يلي مبينين، يعني سليمان فرنجيه رئيس تيار مردا او قائد الجيش. هلا انا عم بحصر هيك اسماء، يعني تم انفهم غلط انه بس عم ينحكى انه قائد الجيش ويبروفا ميشيل معوض، عفوا النائب ويبروفا للورقه المخفيه للمعارضه قائد الجيش. انا حسب ما بعرفك جوال يعني عم بتجريني لاعطيك الجواب يلي انت بدك اياه. لا انا ما بدي شيء، انا بس عم بطرح اسئله حتى العالم عم تطرحها. لا قائد الجيش مطروح، نعم، سليمان فرنجيه مطروح، اي شخصيه اخرى بالمطروحين مطروحين، نعم. واي شخص حتى بقول لك اكثر من هيك، اذا طولت موضوع الفراغ الرئاسي كمان يمكن بيرجع اشخاص مش مطروحين اليوم يرجعوا ينطرحوا. اها عم بتمرر لي ما بعرف لي رئيس تيار جبران باسيل. أنا بقول شيء. استنتجت. بدي أشكرك على كل هذه المعلومات القانونية الدستورية وخبرتك طبعا نستفيد منها دكتور خليل حميدي. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، وأكيد ابقوا معنا لمتابعة كل وقائع هذا النهار وهذا الإنجاز التاريخي. لبنان دولة نفطية. شكرا وإلى اللقاء.